والآن مشاهدينا نتحول لمتابعة الأحوال الجوية. أخبار الطقس نعود فيها مرة أخرى إلى ميرفت المليجي. لكن ميرفت، شكرا يوسف وإيمان، وأهلا بكم مشاهدينا وأخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. كما يتوقع الخبراء أن يسود غدا طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدي، درجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ففي القاهرة العظمى 35 والصغرى 25، الإسكندرية 32-23، مطروح 29-21، بورسعيد 32-23، إسماعيلية 35-24، السويس العظمى 34، الصغرى 24، العريش 31-22، طابة 33-24، شرم الشيخ 35-26، الغردقة 34-25، أما الأقصر فستكون العظمى 37 والصغرى 22، أسوان 38-26، الوادي الجديد 38-23، شلاتين 35-26، وأخيرا حلايب 31-27. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.